السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من حمامة كبيرة، مثلا جالها الروشة عايز نأكلها أكل خشن، مش عايزين نأكلها الميكس اللي احنا بنستخدمه ده، مع إن هو مفيش منه ضرر، لكن لازم أنا ألبي طلبات جميع المشاهدين. طيب أنا اشتريت الزغاطة دي اللي هي بتستخدم في الأكل الخشن، اشتريتها مخصوص. مينفعش حد طبعا يعمل كده، لكن انا هوريكم كنا بنعمل ازاي زمان. طيب احنا جبنا زغلوله، طبعا هو المقصود الحمام الكبير الاهالي اللي احنا نزغطه الاهالي، لكن انا جبت الزغلوله كمثال عشان ما تطيرش مني وانا بصور يعني، لكن هي مفيش مشكله، الزغلوله هتبقى اصعب، لكن الحمام الكبير طبعا هيكون اسهل كمان. احنا معانا فول اهو، ده فول اهو، فول ده لو عايز تزغط فول يعني بالطريقة دي. بنفتح لو حمام كبير كنا بنعمل كده، الحمام الكبير اهو بنزغطها بتاكل يدوي بالشكل ده، تمام كده. او بنجيب ذرة، طبعا ليه انا بستخدم في الطاجن علشان اللي يقع في الطاجن اكله تاني، او الذرة طبيعي ذرة الحمام، ونعمل كده اهو بتاكل، اللي يقع في الطاجن ونجيبه تاني، دي اسهل طريقة تعمل بيها حضرتك اهو، ومش هتوقع ولا حباية. اللي يقع في حاجة كده، اناء، اي اناء يعني، مش لازم الطاجن ده، بالشكل ده. وطبعا دلوقتي بنسقي بالسرنجة دي، لكن انا هوري لك كنا بنسقي زمان ازاي. معايا ازازة الماء اللي انا بشرب منها مثلا اهو، هملة هاخد منها بق مية، اخد شفطة مية، وبنملى سقناها كده بالمنظر ده. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ده الطرق بتاعت زمان اللي كنا بنعمل بيها زمان، دلوقتي بنعمل الطريقة اللي السرنجة اللي اشتريناها في الازازة دي، لكن الازازه دي بيركب عليها اكتر من سن. السنون دي بتبقى ايه؟ انا عملت قبل كده طريقه كيف تصنع زغطة يدوي، طريقه هي ممكن يشتغلوا كل ثلاثه على نفس الازازه، ثلاث بطيان اهو معانا عشان يشتغل، ان هو ركب كل واحده فيها مقاس، تمام، ثلاثه. ومعانا مكوه لحام هي سخنه، السرنجه نفسها، وهنرمي هنشيل الجزء ده خلاص اللي في الكاوتش ده اللي بندفع بيه، احنا مش عايزين غير السرنجة الفاضية كده بس، تمام. نجيب غطا تاني، الغطا التاني اهو، تمام، لحد ما ايه المقاس يجي يبقى مظبوط. احاول اصغر، انا ما برضاش اقص الجزء ده، بقوله ان هو عشان يصدها ما تخرجش، حاول نشدها، خد بالك عشان ما تحرقش نفسك، تمام اهو. دي اللي راكبة دي اللي عشان تعدي الحبوب، دي سرنجة 5 سنتي، هي كبيرة، لكن اهو هنشوف بنستخدمها ازاي. نبعد الطاجن عشان نجيب الزغلول اهو، نرج كويس فيها المية وفيها دورة بس، مش فيها فول طبعا علشان تبقى سهلة اهو. نفتح كده ونعدي كده، نزلت اهو، مالت ازاي، تمام. دي طريقة التأكيل من غير ما نشتري الزغاطة دي. وده ذكر حمام كبير اهو طبعا دي، بس عشان اوري لحضرتك ازاي، هنفتح الفم كده اهو، ومعانا الازازة زي ما هي كده، نرجها برضو جيدا 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 وبسرعة، وانت بتقلب تروح قالب كده بينزل اهو الذرة بال ده. بنفترض ان هو ده فرد مروش مش بيعرف ياكل، دي طريقة سهلة جدا اهي، بس السرنجة دي 5 سنتي يا جماعة، تمام، بالشكل ده اكل. لو عايز تشتري، احنا اشترينا دي، طب دي بتستخدم ازاي؟ هنشيل ده طبعا، مش هينفع الفول مش هينفع فول، هيبقى دورة بس، استخدامها بدورة بس. هنشيل ده ونجيب مكانه
حبه ذره كده بس اهو، ذره فقط. تمام، جبنا شويه الذره دول، هنعبي عبينا الماسوره كده بالمنظر ده، الماسوره دي هنضغط ومعايا الميه دي. بعد ما عبينا الماسوره كده هنضغط وننزلها تشفط. طبعا هيتفضل منها هي شويه الذره دول، وهي شفطت الميه كويس جدا، مش بطال. او ممكن تعمل العكس ونجيب الحمامه برضو نعمل ايه بنفس الطريقه، نعمل حمامه كمان. الحمامه دي بالطريقه نفس الطريقه اهوت، ملينا وهنرفع الزغطة لفوق، نكفي كده تمام حلقها، وندفع في الداخل كده يعني تفضي بس كده تمام. يبقى كده دي طريقة الزغاطة دي. لكن الازازة دي سهلة برضو، الازازة دي سهلة. احنا بنقول لك كذا طريقة، قلنا التأكيل اليدوي، وقلنا التأكيل بالزغاطة اللي هي النفخ دي، وقلنا التصغيط بإزازة المية، طريقة إزازة المية دي. حل المشكلة ان انت لما بتيجي تضغط كده زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، بتقوم الهواء ضغط الهواء بيخرج الانبوبة خالص وتسيب الكاوتشة دي. حليناها ازاي؟ بيبقى فيه ازاي ده كل الناس عارفينه، اللي هو بيدخل كده وتقوم قافل على الجزء ده. انا ركبتها اهو، ربطت افيز في المنطقة دي اهو، الافيز اهو اصبحت متينة جدا، مسكت دي في دي. هنجرب مع بعض واحنا بنستخدمها هتعمل نفس اللي كانت بتعمله ولا لا. طبعا كلكم شفتم وهي بتخرج بصوف حالة الحمامة التعبانة، الحمامة الكبيرة لو تعبانة، خاصة لو في حمامة كبيرة عندها مرض الروشة، طبعا مش بتعرف تاكل ولا تركز، فهي احنا هنضطر نساعدها. دي فيها الاكل والمية دلوقتي، هنرفع الفم للاعلى كده وندخل دي برضو الاعلى وندفع مرة واحدة. تمام، كلت الافيز ده حل لينا المشكلة بتاعتنا اللي هنستخدمها في الفترة الجاية للحمام الكبير. ما عادتش بتخرج خالص تماما. فيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.